من يومين او من 3 ايام كمين من القوات المسلحه او من الشرطه ضرب قبلهم قضاه ضربت واتقتلت بعدهم محامين اتخطفت وسمعنا كمان ان هم يعني والعياذ بالله نتمنى الا يكون ما سمعته صحيح بمعنى انه في خطوره ما في هذه المنطقه بيتعرض لها كل البلد هو اللي موجودين في سيناء دول سواء كانوا محامين او قضاه او ضباط شرطه او ضباط جيش مش ولادنا وابنائنا احنا لا يمكن نقابه المحامين تسكت ولا تعمل نفسها مش واخده بالها ولا انه ما فيش داعي ولا ملا. احنا مع الدوله المصريه في مواجهه الارهاب احنا مع نقابه المحامين معاها ضد الارهابيين اللي بيعتدوا على قواتنا المسلحه وشرطتنا وقضاتنا ومحامينا قضيه ثانيه وانا كانت امبارح رئيس البرلمان الاوروبي اصدر بيان بيدين القاء القبض على واحد ايطالي في مصر والتحقيق معاه في النيابه على طب انت عايز ايه اذا اتقبض عليه وراح النيابه انت من حقك تقول لنا ما نودي النيابه او ما نوديش طيب هل 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 الامر يؤخذ بهذه البساطه رئيس البرلمان المصري عمل بيان وقال لرئيس البرلمان احنا بنستنكر هذا الكلام احنا بنؤيد بيان رئيس البرلمان المصري دكتور علي عبد العال لكن عيب انه ده يتقال في حق مصر الحقيقه يعني هذا الاستخفاف الناس دي يعني ما بتتوجعش الا لما بيبقى المقبوض عليه او القتيل او اي حاجه اوروبي ده لو كلب اوروبي الدنيا بتقوم وما بتقعدش ويقوم الدنيا علينا طب كنت فين يا رئيس البرلمان لما فلسطين كلها اتخذت كنت فين يا رئيس البرلمان لما نيامار دي ذبح المسلمين كنت فين يا رئيس البرلمان الاوروبي لما حدثت المذابح الفلسطينيه كنت فين لما اتمنع المصلين المسلمين من انهم يدخلوا المسجد الاقصى والمسيحيين من انهم يدخلوا كنيسه القيامه كنت فين كنت فين يا رئيس البرلمان لما كان ترامب قاعد يتكلم على تضييع قضية فلسطين كنت فين كنتوا ساكتين ليه انتوا ليه بتتكلموا فقط لما تبقى القضية تخصكم عندنا انتوا مستضعفيننا انتوا مستضعفين مصر ومستضعفين الأمة العربية والأمة الإسلامية لكن احنا فاهمين كويس انه قضانا مع هذا العدو الاستعمار جديد اوعى تفتكروا ان الناس دي متحضرة ولا الناس دي اصلا عندها حضارة ولا متمدينين اللي بيتكلموا عن الحضارة والمدنية بيبصموا لدولة دينية صهيونية يهودية وقالوا ان الدولة دي تبقى لليهود بس والمسلمين يخرجوا وتبقى لليهود بس والمسيحيين يخرجوا وتبقى لليهود بس والقدس تبقى ما يخرج منها المسلمين والمسيحيين وتبقى لليهود بس ونقول عليهم متمدينين ونقول عليهم متحضرين ونقول عليهم عالم حر هذا عالم عبيد يريد ان يستعبد الامه العربيه لا ترامب هيتحكم فينا ولا الاتحاد الاوروبي هيتحكم فينا ولا اسرائيل هتتحكم فينا علشان كده احنا بنرد دايما ان اسرائيل دي بتاعتنا اسرائيل من النهر الى البحر فلسطين مش اسرائيل من النهر الى البحر فلسطين مش اسرائيل القدس الشرقيه والغربيه لفلسطين عاصمه ابديه مش هنترك فلسطين لصالح اي دوله صهيونيه او يهوديه لن نترك ولن نفرط اعملوا اللي انتوا عايزينه طبعوا اعملوا اتفاقيات احنا مش هنتصالح احنا مش هنساوم احنا مش هنسلم فلتسقط اسرائيل ولتسقط امريكا ولتحيا مصر ولتحيا نقابه المحامين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لحضراتكم